عليكم السلام، سلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد. فيديو النهاردة يا جماعة عن كوكس البابا. كوكس البابا ده راجل تركي مسلم، وانا بدور كده في قصة الفيديوهات عشان اشوف الاخبار، حاجة نعمل عليها فيديو ولا حاجة، نتابع الحرب الروسية الاوكرانية. لقيت الفيديو ده، الفيديو ده يا جماعة كوكس البابا ده اللي ما يعرفوش. وصل بابا المعروش يا جماعة ده إنسان عنده مرض مزمنة ولا ملازمة حاجة زي كده. المرض ده زي ما انتوا شايفين علميا ان ما يعديش الاربعين سنة، هو تقريبا عنده 47 سنة وبيبقى مع الناس مع الناس المرضى. المرض ده ما بيعيش اكتر من 40 سنه، ده بالذات ده عدى يعني حاجه نادره، حاجه نادره لانه عدى 47 سنه. بيجي يا جماعه مع المشاهير، بيطلع مع مشاهير، طلع مع الشيف مراد وطلع مع مشاهير كتير، طلع مع عمر كمال المطرب المصري. جاي يا جماعه ومعاه 8 بود جارد، يعني شايفين كده 8 بود جارد جايين معاه من تركيا. طب هو جاي ليه؟ جاي عشان يفتح مطعم مشهور جديد يعني، واخد مبلغ كبير عشان يجي اي ارزاق يا جماعه، ربنا يرزقه ويرزق الجميع. شوفوا بقى ما يكون جايب 8 بودجاردات على حسابه وجاي مطار وجاي مش عارف ايه، اخد مبلغ ضخم يعني. وهو من النوع اللي هو متعصب قوي في الفيديوهات بتاعته، يعني الفيديوهات بتاعته عباره عن عصبيه، كلها عصبيه وضرب وحاجات من سبب شهرته شايفين يا جماعه ده كلهم برضه جردان. سبب شهرته هو بيتعصب على الناس المصورين دلوقتي وهيضربهم. سبب شهرته يعني هو راجل فقير عادي مش لاقي حتى حاجه ياكلها يعني، على قد وعلى قده خالص. وبعدين بيتخانق مع واحد ومتعصب عليه، فالراجل صوره، الراجل اللي هو قاعد جنبه، راجل كبير قاعد جنبه في الفيديو بتاع الراجل قاعد جنبه كده مصوره ونزل الفيديو بتاعه على تقريبا مش عارف نزله على ايه، نزله على النت عموما. في الشهر الفيديو جاب مشاهير، شهره جامده، جاب شهره جامده جدا. ف من يوم هو عمل الموضوع ان هم بينزلوا فيديوهات وحاجات من دي، واصبح مشهور من ضمن المشاهير وله متابعين، ملايين المتابعين بيتابعوه. سبحان الله سبحان الله، يعني ربنا رزقه. هو راجل مسلم وجا مع ناس مشاهير كتير جدا، بيشتغل برضه في الاعلانات، وهو يوتيوبر وبلوجر، شغال على منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهاته بتعجب ناس كتير. ويا رزاق زي ما احنا قلنا، ربنا يبارك للجميع يا رب ويرزق الجميع من فضل الله. ما امين. في عز الحرب جانا بتاعنا كوكس البابا جاي يزور مصر، اهلا بيك ونورت مصر. هم عاملين له يعني احتفال جامد بجيو مصر.